في شهر الصيام يصبح هناك تعديل بأوقات وجبات الطعام، فعوضاً عن الفطور، الغداء والعشاء يصبح لدينا الإفطار والسحور. عند الإفطار نتناول كمية طعام معتدلة تغذينا وتقوينا لتساعدنا على الصلاة والحركة. أيضاً في السحور بركة، فنستيقظ قبل الفجر نأكل وجبة معتدلة تقوينا لصيام اليوم التالي، خاصة عندما يأتي رمضان في شهر الصيف حيث النهار طويل وحار. السحور. وجبة السحور تشبه وجبة الفطور التي نتناولها يومياً، فيمكن أن تشمل حليب، الأجبان والألبان، الحبوب والنشويات، والفواكه والعصير أو الكيك. كما ينصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على زيوت ودهون. طبعاً يجب أن نشرب ماء لكي لا نشعر بالعطش خلال يوم الصيام الطويل. تسحروا، فإن في السحور بركة. الصيام هو الركن الرابع في الإسلام، ويعني الامتناع عن الطعام والشراب بالرغم من وجودهما أمامنا وبالرغم من الجوع والعطش، وذلك بهدف الشعور مع الفقراء. هذه العبادة تساعد في تنظيف الجسم والجهاز الهضمي والأمعاء من رواسب الأطعمة التي نتناولها خلال السنة، وبالتالي ينشط الجسم عن طريق استعمال المخزون من الدهون والمغذيات المخزنة ويساعد في محاربة الأمراض. الإفطار. فانوسي ينصح بوجبة إفطار نصفها من الخضار والفاكهة، الخضار أكثر والفاكهة أقل، ونصف صحن الآخر من النشويات والبروتينات، والنشويات أكثر من البروتينات، وكوب من مشتقات الحليب. هذه المواد تحتوي على عناصر الغذاء الأساسية. يجب التنبه إلى تجنب الطعام المقلي لتفادي الزيوت والدهون المضرة وإفساح المجال لتناول كمية أكبر من الطعام الصحي. التمر. عند الإفطار أول ما يستحب تناوله هو التمر، فالتمر يحتوي على الألياف والسكر، وعند تناوله تمتصه المعدة مباشرة بدون جهد، وعندها لا نشعر بالجوع الكبير، ثم نشرب القليل من الماء، نصلي المغرب، بعدها نعود ونأكل الطعام. السكر الموجود في التمر يدخل إلى الدم مباشرة، يسهل الإمعاء، ويحتوي أيضاً على الحديد الذي يقوي الدم. أما الألياف فهي تساعد على امتصاص الدهون من الطعام وإخراجها من الجسم. أكثر من أكل التمر، ففيه مادة تساعد على إخراج السموم من الجسم. الماء. جسم الإنسان مؤلف من 75% ماء. عندما نصوم كل يوم جسمنا يخسر كميات كبيرة من الماء الذي يشكل جزءاً أساسياً جداً لصحتنا ولحياتنا، لذا يجب أن نشرب كمية كبيرة من الماء خلال الفترة المسائية. يمكننا أخذ الماء من العصير والشوربة والخضار والفواكه والحليب. أنا مثلاً أشرب الكثير من اللبن لأنه يروي عطشي ويبورد معدتي. الحلويات. بعد الإفطار نكثر من الحركة والصلاة، ومن البديهي أننا نجوع ونشتهي إحدى أصناف الحلويات الشهية. الحلويات عادة مليئة بالسكر والسمن والزبدة والقشطة والقطر، وتجعلنا نشبع بسرعة ولا تعطينا فيتامينات. فانوسي عادة يأخذ قطعة حلوى واحدة وليس أكثر. تذكروا، جسمنا بحاجة بشكل أساسي للماء والخضار والفاكهة والنشويات والبروتينات والحليب وليس الحلويات.